تحدي كبير يا كابتن هشام، تحدي على المستوى التنظيم. واعتقد مصر اثبتت جدارتها حتى من خلال زي ما بتكلم دايما مع ضيوفنا في نسخه الامم الافريقيه لكره القدم 19، رغم ضيق الوقت لكن كنا على استعداد تام، والدوله اصرت ان مصر تكون مستضيفه هذه البطوله. بالمثل كمان كاس العالم للانديه، يمكن اكتر، انت بتتكلم على 32 فريق، دي اول نسخه ب 32 فريق. كابتن هشام شايف التحدي ازاي وامكانيات مصر لانجاح هذه البطوله؟ يمكن انا هرجع شويه بالذاكره لسنه 99 لما كنا لسه صغيرين وبنروح الاستاد ونتفرج على كاس العالم اللي كان بيتلعب في مصر هنا. وكان التنظيم او سواء ان احنا قادرين ان احنا نقيم بطوله زي كاس العالم، وده حدث كبير قوي ما بيحصلش، وطبعا ان هو يحصل على ارض مصر دي حاجه ما بتحصلش غير كل زمن يعني. صحيح. فكون ان هي بتحصل للجيل دوت فاحنا حقيقي كلنا مبسوطين كمنظومه كره يد، كاسره كره يد، كلنا مبسوطين ان احنا في حدث زي دوت بيتلعب على ارض مصر. لكن طبعا في وسط الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها، من احنا هيبقى فيه شويه اجراءات احترازيه اكتر على موضوع الحضور، وخاصه ان احنا في الفتره الاخيره ديت سمعنا كمان ان هيبقى مش هيبقى فيه حضور جمهور. ده القرار ده طلع امبارح حقيقي. لكن في وسط كل الظروف ديت برضه ستيل زي ما كان لسه محمد يحيى بيقول، كابتن يحيى بيقول، كان بيقول ان احنا مصرين ان احنا نقيم البطوله ديت. فاحنا كلنا منظومة أسرة كرة يد، كلنا مدربين وأطباء يعني وكل المنظومة بجهاز فني بجميع الأجهزة، كلنا دافعين وكلنا في ظهر منتخب مصر ان احنا ان شاء الله ان احنا نبقى قائمين. يعني هننجح وهننجح البطولة ديت ان شاء الله على الأرض.